الحمد لله بارئ الأنام خالق الإنس والجان منزل التوراة والإنجيل والقرآن مرسل الرسل بالبيان والتبيان رافع منارهم في الملوان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على درة تاجهم الخاتم العدنان وآله وصحبه أولي الفضل سادة الأعلام. وهذه قراءة في سيرة النبلاء الأعلام للعلامة الحبر الذهبي ابن قيماز الإمام بإسناد شيخنا النميري غفر الله له ولوالديه ومشايخه ما شعشع القمران. ذكر ما ورد في قصة سطيح وخمود النيران ليلة المولد وانشقاق الإيوان. قال ابن أبي الدنيا وغيره: حدثنا علي بن حرب الطائي قال أخبرنا أبو أيوب يعلى بن عمران البجلي قال حدثنا مخذوم بن هانئ المخذومي عن أبيه وكان قد أتت عليه 150 سنة. يعني سبحان الله، يعني بلغ عمره 150 سنة عمر سبحان الله. نعم. قال تفضل. يا الله، فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة وغاضت بحيرة ساوة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك 1000 عام. ورأى الموبذان ورأى الموبذان إبلا. نعم. ورأى الموبذان إبلا. لا. طيب كمل. تفضل يا شيخ. لا أكمل فضيلتك، أكمل. حنوضح ما معناها. نعم. إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. أولا هو الموبذان بفتح الباء الموحدة التحتانية والذال المعجمة، وهو وهو طبعا هذا هو فقيه الفرس وحاكم المجوس، هذا يطلق عليه هذا، يعني هو بمعنى عالم العلماء، بمعنى عالم العلماء هذا يسمونه ايش؟ الموبذان. الموبذان. تفضل. حسن الله إليك. فلما أصبح كسرى أفزعه ما رأى من شأن إيوانه فصبر عليه تشجعا، ثم رأى أن لا يستر ذلك عن وزرائه ومرازبته. فلبس تاجه وقعد على سريره وجمعهم. فلما اجتمعوا عنده قال أتدرون فيما بعثت إليكم؟ قالوا إلا أن يخبرنا الملك. طبعا هذه المرازبة والمرزبان هو رئيس الفرس هذا يسمونه كده، اللي هم طبعا اللي هم يعني الجنود حقونه، يعني الفارس الشجاع المقدم على القوم، وهو دون الملك في الرتبة، يعني رئيس الجند أو شيء من هذا القبيل. هذه هي المرازبة والمرزوبان، هذا هو معناها. نعم. قالوا إلا أن يخبرنا الملك. فبينهم على ذلك أورد عليهم كتاب بخمود النار فازداد غما إلى غمه. طبعا المفرد هي مرزبة بكسر الميم وسكون المهملة وفتح المعجمة وفتح الموحدة التحتانية، تجمع على مرزباب ومرازب. نعم. فقال المبذان وأنا قد رأيت أصلح الله الملك في هذه الليلة رؤياه، ثم قص عليه رؤياه فقال أي شيء يكون هذا يا موبذان؟ قال يا موبذان. ونقول أيضا المرازبة هي
ما فجمع مرازبته. هذا مفردها مفرد المرازبة مرزبان، مرزبان. وطبعا مرزبة هذه اللي هي العصا التي يمسكها هؤلاء اللي احنا بنسميها المرزبة، صحيح؟ عرفتم الكلمة هذه المرزبة هذه اللي هي المرزبة هذه اللي هي العصا الغليظة كده التي تكسر بها ايش؟ التي تكسر بها الحجر. المرزبة تجمع على مرزبات ومرازب ومرازبة اللي هي العصا. أما هذه المرازبة الآن، المرازبة مفرد المرازبة مرزبان، نعم مرزبان اللي هو كما قلنا اللي هو المرزبان رئيس الفرس أو الفارس أو الفارس الشجاع. نعم تفضل. جزاك الله خير. قال: حدث يكون في ناحية العرب وكان أعلمهم في أنفسهم، فكتب كسرى عند ذلك من كسرى ملك الملوك إلى النعمان بن المنذر، أما بعد فوجه إلي برجل عالم بما أريد أن أسأله عنه. فوجه إليه بعبد المسيح بن حيان ابن بقلة الغساني. فلما قدم عليه قال له: هل لك علم بما أريد أن أسألك عنه؟ قال: أنت عندك قالك ابن بقلة ولا ابن بقيلة الغساني؟ ابن بقلة. نعم، وفي بعض الروايات بعض النسخ ابن بقيلة. ابن بقيلة. هنا أنا أريد أن أعلق لكم أيها الكرام الفضلاء على ما ذكر في مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لم يصح شيء من هذه العلامات إلا ما رأته أمه من النور عند ولادته، فصح أنه قال: رأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. أما ارتجاس الإيوان اهتزازه، يعني سقوط الشرف، خمود نيران فارس، حتى وإن ذكرها البيهقي في دلائل النبوة وأبو نعيم في دلائل النبوة والخرائطي في هواتف الجنان، وهنا ذكرت في سير أعلام النبلاء إلى غير ذلك، لكنه لم يصح منها. فهؤلاء يعلى ابن عمران ومخزوم ابن هانئ اللذان قرئ في السند، مر معنا الآن في السند، هؤلاء لا يعرفان، وهانئ هذا لا يعرف في الصحابة، كذا قال صاحب الإصابة، كذا قال صاحب الإصابة. وقصة سطيح ستأتي معنا هنا الآن، وذكرها الذهبي في تاريخ الإسلام، وذكرها هنا أيضا في السير، وقال عقبها: حديث منكر غريب، حديث منكر غريب. وقال صاحب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون: علامات مشهورة لكنها غير صحيحة، مع شهرتها ويقولها الأخباريون ويقولها أهل السير أنه ارتج إيوان كسرى، سقطت 14 شرفة، خمدت النار التي عبدها، غاضت بحيرة ساوى، انهدمت المعابد التي كانت حولها، إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء، فكله أخبار لا تصح. هذا ما أردت فقط، أحسن الله عليكم، أن أذكر لكم اختصارا حتى أن نكون ملمين بمثل هذه الفوائد والفرائد، أنه لم يصح في مولده شيء من مثل هذا. نعم. فلما قدم عليه قال له: هل لك علم بما أريد أن أسألك عنه؟
قال ليسألني الملك فإن كان عندي علم، وإلا أخبرته بمن يعلمه. فأخبره بما رأى، فقال علم ذلك عند خال لي يسكن مشارف الشام يقال له سطيح. قال فأته فاسأله عما سألتك وأتني بجوابه. فركب حتى أتى على سطيح وقد أشفى على الموت، فسلم عليه وحياه، فلم يحر سطيح جوابا. يعني ما أجاب بشيء. نعم. فأنشأ عبد المسيح يقول أصم أم يسمع غطريف اليمن أم فاد فأزلم به أصم أم يسمع غطريف اليمن أم فاد فاز لم ما به شأو العنن. يعني قالوا أنت أصم ولا بتسمع. ومن الأشياء العجيبة سبحان الله، يقول الشافعي رحمه الله كما ذكر صاحب الحلية أبو نعيم، يقول كنت في اليمن فأعجب ما رأيت في السوق أعماوين يتشاجران ويصلح بينهما أبكم. ويصلح بينهما أبكم. أما هذا سطيح أيها الكرام، هو ربيع بن ربيعة ابن مسعود ابن مازن ابن ذئب الغساني، يسمى سطيح، كاهن تنبأ للملك ربيعة بن نصر أحد ملوك حمير التبابعة، تنبأ له ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا سمي بسطيح؟ قالوا لأنه ما كان له أعضاء، ما كان عنده لا إيدين ولا رجلين سبحان الله، وإن لا، وقالوا كان مثل السطيحة، وجهه في صدره، وكان إذا غضب انتفخ وجلس سبحان. عشان كده سمي بإيش؟ سمي بسطيح. الله الحمد الذي عافانا. وكان في الجاهلية اثنان من الكهان يخبران بالمستقبل، الأول شق والثاني سطيح، شق في الحجاز وسطيح في بادية الشام. سمي شق سبحان الله، يعني كلاهما لله في خلق يشون. هذا سمي شق اللي كان في الحجاز لأنه لما ولد كأنه كشق إنسان، وسطيح مثل البضع الملقى على الأرض كأنه سطح إيش عليها، حتى يقول ابن عباس لم يكن شيء من بني آدم يشبه السطيح، إنما كان لحما على وضم، لحم على عظم، يعني ليس فيه عظم ولا عصب إلا في رأسه وعينيه وكفيه. وكان يطوى كما يطوى الثوب من رجله إلى عنقه، لا إله إلا الله، وما في شيء يتحرك إلا لسانه. وإذا غضب انتفخ وجلس، وإذا غضب. وشق هذا هو ابن صعب بن يشكر ابن أنمار ابن نزار، ابن أنمار ابن نزار. نعم تفضلوا أكمل فضل. جزاك الله خير. يا فاصل الخطة أعيت من ومن أتاك شيخ الحي من آل سنن. يا سلام. وأمه من آل ذئب بن حجن، أزرق بها الناب صرار الأذن، أبيض فضفاد الرداء والبدن، رسول قيل العجم يسرى للوسن، يدوب في الأرض على ذات شجن، ترفعني وجن وتهوي بي وجن، لا يرهب الرعد ولا ريب الزمن، كأنما حثحث من حضني ثكن، حتى أتى عار الحاج والقطن، تلفه في الريح بوغاء الدمن. نعم أحسنت يا شيخ. فقال سطيح عبد المسيح جاء إلي سطيح وقد أوفى على الضريح. كلام سجع طبعا، كلام سجع طبعا، العرب سبحان الله يعني السجع في حياتهم. ايه تفضل. نعم. فقال سطيح عبد المسيح جاء إلى سطيح وقد أوفى على الضريح، بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان وخمود النيران ورؤيا الموبذان. الموبذان رأى أيلا الموبذان. ورؤيا الموبذان رأى إبلا صعابا تقود خيلا عرابا، قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. يا عبد المسيح إذا
كثرت التلاوة وظهر صاحب الرهواه. إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة، صاحب العصاية يعني. الهراوة وفاض وادي السماوة وخمدت نار فارس، فليس الشام لسطيح شاما، يملك منهم ملوك وملكات وملكات، على أيوة. على عدد الشرفات، وكل ما هو آت آت. ثم قضى سطيح مكانه وسار عبد المسيح إلى رحله وهو حسبك يقول. حسبك، جزاك الله. نكتفي بهذا الحد، جزاكم الله، نكتفي بهذا الحد. طبعا لما قال البوغاء، البوغاء هو التراب، التراب اللي بيكون في الهواء، التراب الذي يطير من دقته يسمى بوغاء، التراب الذي يطير من دقته يسمى ايش؟ يسمى بوغاء. نعم، تلفه الريح في الريح بوغاء الدمن. نعم، جزاكم الله خير، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك.